السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي الطلبة أصدقائي المدرسين، وأهلا بكم في أول درس من دروس شرح الجرامر، قواعد للمرحلة الثانوية. ومش هتكلم على أنهي مرحلة ثانوية، ولكن هو أنا ماشي بالترتيب بتاع ثالثة ثانوي، ولكن التانسز الأزمنة هتلاقيها إن هي بتصلح لكل المراحل العمرية طالما الموضوع بيتكلم بعملية توسع. النهاردة برضو معانا زي ما وعدناكم في المنهج بتاعنا عصام موجود اهو زي ما حضراتكم شايفينه منورنا، هيبتدي ان هو يحل محلك انت كطالب، هيسأل هيستفسر في اول زمن زي الجمال. هنتكلم عنه النهارده، او هنتكلم على سلسلة الباست ازمنة الماضي. مبدئيا وقبل كل شيء، علشان انا هربط لك موضوع دراسة الازمنة بانك كمان هتتكلم عن الترانزليشن او ترانسليشن الترجمة. العلاقة طبعا كبيرة جدا ما بين الترجمة وما بين اختيارك للازمنة. اولا بص معايا، هتلاقي عندك الاستراكشر، تكوين الجملة. الجملة انت كطالب لازم وانت بتكتبها تتكون من عناصر اساسية هما ثلاثة: subject, verb, complement. مش فاعل وفاعل ومفعول؟ هو مش لازم يكون التكوين الثالث دايما في الجملة هو الاوبجكت المفعول زي ما قال عصام كده بالظبط، لان ده ممكن بنقولها بس واحنا بناخد دراسة الباسيف لما كان في سؤال الرايت. ولكن هي الجملة بتتكون من عناصر دي كده مقالا: subject, verb, complement، يعني باقي الجملة زي ما يكون باقي الجملة ده preposition, adjective, predicate, etc. يعني حاجات كتير جدا انت كطالب ممكن ما تكونش تعني بالنسبة لك شيء في البداية. طيب بعد ما فهمت انت تكوين الجملة وعرفت ان هو ثلاث مراحل اللي هو subject, verb, complement، لما يجي اي مدرس او اي مثلا instructor او اي trainer يقول لك احنا هنشرح زمن، لازم تبص للعنصر رقم 2 مباشرة وهو الverb. بمعنى ان الزمن، تعريف كلمة tense ذات نفسها، هو شكل الفعل في الجملة، لان شكل الفعل هو اللي بيدل على الحدث كان شكله ايه. وباعتبار ان احنا النهاردة هنتكلم على اول زمن اللي هو زمن الباست سيمبل او السيمبل باست، زمن الماضي الواقعي البسيط المنتهي، فاذا احنا بنتكلم على شكل منفرد للفعل. عشان اوفر عليك مشاكل كتير جدا هتقابلك فيما بعد، ان انا هشرح لك دلوقتي الزمن active و passive، هشرح لك الزمن او تكوين الجملة فيه subject و verb والcomplement، وهشرحه لك كمان لما يكون الجملة فيها passive voice يعني بدء بالمفعول اللي هو اتعمل فيه الفعل. وطالما انا دخلتك في النمط ده، اذا لازم تفهم حاجة مهمة جدا، وانا بدي لك اي زمن لازم تسأل عن حاجتين: تكوين الverb to do وتكوين الverb to be. كل الازمنة فيها verb to do وفيها verb to be. بمعنى خد بقى معايا النمط بتاع النهارده: زمن الماضي البسيط شكل الفعل فيه، اولا الفيرب تو دو يعني الفعل الطبيعي الفعل الحركي، الفعل بيكون في اخره مضاف له اي دي، واذا كان الفعل اصلا منتهي باي فانت هتزود له بس الدي، زي مثلا الفعل اللي قدامنا كلمه لايك لايكت لايك لايكت، وانت هنا الاي دي زي التي، هو اصلا كان اخره اي فحطيت له انت الدي بس، هتنطقها هنا بس تي. الفعل التاني اللي قدامنا هي كلمة stay، كلمة stay stay، الفعل ده انت هتحط له بس اي دي بس ده اخر واي. هو منتهي عصام بواي، ولكن هنا يسبق الواي هنا vowel. الفعل التالت هي كلمة cry cry، هنحولها هنا بالاي اي دي هتبقى cried. وش معنى بقى؟ طبعا لان الواي هنا قبلها نوت او حرف ساكن، فاذا احنا بنحذف الواي ونحط اي اي دي. الحاجة الرابعة، في افعال بيكون ليها مقطع واحد، ولذلك احنا بنزود الحرف الاخير فيها وبنحط الاي دي زي كلمة stop stopped، هي من مقطع واحد والاسترس هنا بيكون على اخر الحرف، فاذا انت بتحط البي وبتبقى بي اي دي. طبعا في فعل خلافي اللي هو زي كلمة travel بتحط له برضو ال اي دي، ولكن الامريكان شوية بيحطوه من غير الاي دي عادي. يبقى كده فعل اخره اي حطيت له دي، فعل الواي قبلها متحرك، فعل الواي قبلها ساكن، وهنا الفعل اللي بنضعف له الحرف الاخير. هنقابل كل فعل ونتكلم عنه بالشكل ده. الشرط اللي بعد كده في شكل الافعال اللي اخرها اي دي او بتحط لها اي دي، اولا في فعل اخره سي، هنا مش هينفع ابدا ان انت تحط له اي دي، لان السي هيبقى الساوند بتاعها اس، زي مثلا كلمه picnic او كلمه panic، الفعلين دول اخرهم سي. لو انت حبيت تحط الاي دي هنا لازم تضيف حرف الكي عشان من نفس الساوند بتاعها، وبعد كده تحط اي دي. يبقى ده شكل الافعال المنتظمه عندك، هنقول ان هي منتظمه لانها فيها اليونيفورم او الشيء الموحد اللي فيها اللي هو الاي دي في اخر الفعل. اما الفعل الثاني اللي هو بيسموه irregular،
احنا بنتكلم في الفيرب تو دو لغايه دلوقتي، الفعل اللي بيسموه فعل متغير او فعل شاذ سموه بالشكل ده لان لما بتيجي تحوله للماضي اولا يا بيتغير شكله جزئيا بمعنى ان بيتغير فيه حرف، او بيتغير فيه شكله كليا، او بيفضل على نفس شكله وهيئته. مثال بسيط جدا، الفعل رايت، رايت يكتب، لما تيجي تحوله في الباست بيبقى روت، ورايد، روت. ده مثال. المثال الثاني هو الفعل انه بيتغير شكلا وموضوعا زي في كلمه جو، went، وساعات بيظل الفعل على شكله وهيئته زي كلمه cut، read، read. انت بتقولها في المضارع read انما في الباست تبقى اسمها read. وانا عامل لكم قائمه بالافعال دي من حيث الساوند موجوده، هتلاقوها في PDF تحت الفيديو هنا. استمتع باشكال الافعال من حيث الساوند وادرسها، هتسهل عليك الموضوع خالص. يبقى كده احنا اتكلمنا على الفيرب تو دو. تطلع انت كطالب بايه من اللي انا قلته ده كله؟ شكل الفعل الفيرب تو دو في زمن الماضي هو الفعل اللي في اخره ايدي، او الفعل المتغير اللي بيتغير شكله كليا او جزئيا او بيظل على حاله في زمن الماضي بنسموه فعل irregular. الفيرب تو بي بقى يا شباب اللي انا قلت لك اسالني عنه في زمن الماضي هم was او were. was او were. was بتستخدمها مع كل المفرد زي I وهي وشي وإت، ما تستخدمش معاها you، إنما you we they بتستخدم معاهم where. وإحنا هنا بنقول إن معناهم كان. عشان أبسط عليك الموضوع وأجيب لك كل اللي أنا شرحته ده في tenses، هجيب لك القطعة اللي جاية دي وهقرأ لك إيه اللي بيتقال فيها كاملة، وشوف حضرتك كل فعل موجود شكله إيه في زمن الباست وركز معايا. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and a composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. لو جيت بصيت معايا في الباسج اللي انا قريتها دي هتلاقي في الجملة الاولانية في كلمة was. الشخص اللي اسمه مكتوب قدامكم ده Wolfgang ده كان musician, was musician, كان موسيقي and composer وملحن ومؤلف. استخدمت هنا was. الجملة اللي بعد كده قلت he lived. lived الفعل lived هنا في زمن ماضي يعني كان يعيش او عاش. القطعة التالتة قلت he started بدأ، الفعل started بدأ. الفعل اللي بعديه كلمة wrote. wrote كتب. اخر فعل برضه هو الفيرب تو بي كلمة was، وكلمة was جت عشان خاطر هو singular مفرد والدالة على الضمير هي. القطعة اللي فاتت دي هي اتكلمت لك على اشكال الافعال من حيث الفيرب تو بي والفيرب تو دو. was aware فيرب تو بي، انما افعال اخيرة دي وافعال متغيرة اذا فهي الفيرب تو دو. ايه الفرق بين الفيرب تو دو والفيرب تو بي بقى؟ يا عصام الفيرب تو بي ليه طريقة في النفي وفي السؤال، والفيرب تو دو ليه طريقة في النفي وفي السؤال. انا لازم اقول لك كده ان كل زمن يتكون من الفيرب تو بي او فيرب تو دو علشان تفهم ايه ادوات النفي وادوات الاستفهام، هتنفعك في الديالوج، هتنفعك كمان وانت بتكتب الباراجراف وطبعا الترانزليشن. تعالوا نخش على شويه سنتنس جمل كده وبص معايا في شكل الفعل فيها ايه. We invited them to our party but they decided not to come. احنا عزمناهم ولكن هم قرروا الا ياتوا. الفعل هنا invited، احنا دعينا، والناحيه الثانيه كلمه decided، invited وdecided، invited decided. الافعال دي هنا في زمن الباست. The police stopped me on my way home last night. البوليس الشرطه اوقفتني وانا في طريقي للمنزل. هنا الفعل stopped، وبرضه هنا هتنطق الاي دي تي. الجمله الاخيره دلوقتي Laura passed her exam because she studied very hard. هي نجحت في امتحاناتها لانها ذاكرت جامد جدا او ذاكرت كويس. برضه هنا في الفعل pass هتنطق الاي دي تي. يلا نخش على طرق النفي النيجيشن في الجمل اللي انت لسه مرر على بيها. نبتدي بالجملة الاولانية اللي احنا عزمناهم. حضراتكم الفعل هنا في زمن الماضي كلمة invite، انت شايف ان الفعل ده مزود له دي لان اصلا هو كان اخره ايه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتحذف اي زيادة وتخلي الفعل infinitive وتحط قبليه didn't. يبقى انت جبت هنا عنصر زائد لعملية النفي، عنصر خارجي لعملية النفي، جبت كلمة didn't حطيتها في مكان قبل الفيرب مباشرة ما بينها وما بين الفاعل didn't. يعني هتقول we didn't invite them وكمل الجملة بتاعتك ما فيش اي مشكلة خالص. الجملة اللي تحتها على طول اللي احنا بنقوله عليها the police stopped me، هنعمل ايه هنا يا عصام؟ يبقى نحط didn't ونشيل الاي دي من الفعل، يبقى the police didn't stop me. مش عايزك تقع في الخطأ ده، هنا الزيادة هتكون حرف ال PED، يبقى لازم انك تشيل الزيادة كاملة وتخلي الفعل مجرد من الإضافات أو الزيادات. يبقى the police didn't stop me.
الجملة الثالثة برضو قلنا لورا passed her exam، نجحت في الامتحانات. هننفيها برضو ازاي؟ لورا didn't pass her exam. المستفاد عند نفي الفعل في زمن الماضي احنا بنحذف منه الزيادات ونرجعه الى اصله. طب لو عندنا فعل بقى متغير او مفيش في اخره ايه دي نتصرف ازاي؟ جميل. طبعا لو عندنا جملة ما فيهاش الفعل اللي اخره اي دي، الفعل اللي هو بيسموه فعل غير منتظم irregular verb، احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد الجملة دي مثلا ونطبق عليها. Mozart wrote more than 600 pieces of music، كتب اكثر من 600 قطعة موسيقية. ازاي ننفي جملة فيها كلمة wrote؟ بكل بساطة خالص، هستخدم نفس اداة النفي اللي انا جبتها من برة وحول الفعل الى مصدره، الى اساسه، الى اصله. يبقى هنقول Mozart didn't write، لم يكتب، وكمل بقية الجملة حسب المعنى. جملة تانية برضه عشان نوضح الأمر، لو قلنا مثلا they took a taxi to the cinema، هم أخدوا تاكسي إلى السينما. عايز أنفيها، هنفي إزاي هنا عصام الفعل talk؟ هنستخدم أداة النفي didn't. أداة النفي هنا كلمة didn't ومصدر الفعل take. يبقى هنقوله ايه؟ they didn't take. they didn't take، وحول اساس الجمله، ممكن اقول they didn't take a bus علشان هم ما خدوش باص، لو عايز اجيب معنى مختلف. اذا اداه النفي للفعل في زمن الماضي هي didn't. ايه اللي بيحصل لما didn't بتنزل؟ didn't في وجودها بتغير شكل الفعل وترجعه الى مصدره. لو كان الفعل من الافعال الغير منتظمه اللي هي بتعتمد طبعا على حفظك انت كطالب، في الحالة دي انت بتكون عارف مصدره ايه، وانا قلت لك ان في هنا ملف بي دي اف في كل الافعال الغير منتظمة اللي انت ممكن بتستخدمها في دراستك. فهمت انا كده بقى، يبقى انفي كلمة was where ان انا احولها didn't be مصدر be. ايش تايم عندي؟ لا اوعى تعمل كده، مفيش حاجة ان انا انفي was where was where بكلمة didn't be، المصدر بتاعهم be صح، ولكن دي افعال مساعدة اصلية auxiliary. طالما في was او where انت بتستخدم was not and were not. وانصحك وانت بتكتب استخدم long form. long form يعني اكتب was سيب مسافة not، واستخدم where سيب مسافة not برضو، افضل من انك تكتب wasn't and weren't. اذا كان مسموح بيها فممكن تكون مسموح بيها شوية في سؤال الديالوج فوق، انما في الparagraph وفي translation ما تستخدمش ادوات النفي اللي هي contraction يعني مختصرة، اللي هي not يعني didn't، اقلبها كده did سيب مسافة not. لما نيجي بقى نحول الجمل دي الى اسئلة، بكل بساطة اصلي انت داخل على سؤال الديالوج اللي انت ممكن تعمل فيه سؤال او تكتب جملة. طب في زمن الباست، لو الحدث قدامك في زمن الباست، زي مثلا الجملة اللي انا كاتبها لك دي they went to the cinema by taxi، هم راحوا السينما بالتاكسي، وطلبت منك قلت لك اعملها هنا سؤال مثلا، او سايب لك نقط في الديالوج فوق وقلت لك انت هتعمل هنا سؤال، يا ترى هتعمل ايه في السؤال في زمن الماضي؟ حاجة بسيطة، احفظ التكوين ده وانت بتعمل السؤال في كل زمن عن التاني. اولا أداة استفهام WH أو how حسب ما أنت محتاج. WH اللي هي what where who when whose which why etc، الحاجات اللي أقولها WH. أما إذا كانت how ممكن تبقى how لوحدها، السؤال عن الكيفية، أو how long how tall how heavy إلى آخره. السؤال بيقول لك هم ذهبوا إلى السينما بالتاكسي، يبقى أنت لما هتيجي تسأل عن الكيفية. المهم تكوين السؤال في زمن الماضي هتستخدم في البداية أداة استفهام مناسبة، بعدها مباشرة أداة النفي اللي انت بتستخدمها كلمة did، ثم الفاعل ثم المصدر. استفهام did فاعل ثم المصدر، أربع مكونات لو انت كتبتهم انت ماشي صح. ناقص انك تحذف بقى أداة الاستفهام دي، مين إجابتها؟ كيف ينفع ان انت تقول كيف ذهبوا إلى السينما بالتاكسي؟ لا طبعا انت ينفع تقول كيف ذهبوا الى السينما، يبقى هتتوقف وتشيل باي تاكسي. يبقى اداة الاستفهام ثم ديد ثم الفاعل ثم المصدر، استفهام ثم ديد ثم الفاعل ثم المصدر، كده انت ماشي بالمكونات الاصلية. هطلب دلوقتي من زميلكم عصام انه يقول لنا جملة وبعد كده هو يحولها الى سؤال. يلا عصام المايك معاك، وتفضل قول لنا كده جملة ممكن نخليك تحولها اي جملة. هي بلايد فوتبول ان ذا جاردن. انا مش قلت مش عايز بلاي، اصلا والله كبير انا اسف بلاي. كل ما اسال حد قول لي جمله يقول لي اي بلاي وهي بلاي وزي بلاي، مش عايز بلاي يا اخوانا.
انا بكره بلاي. اخر مره اسمعك بتنطق الفعل ده تاني، ما تضربليش مثل بالكلمه دي، هاتلي فعل رخم. عليا النعمه معقوله تاني يا كبير، خلاص سامحني. I saw a bird on the tree. انا رايت طائر على الشجره، حولها الى استفهام عص. ايه اداه الاستفهام اللي تصلح هنا؟ وير، اين، او وات، ماذا. بالظبط كده، ممكن اقول اين رايت الطائر او ماذا رايت على الشجره. هنخلينا في اين، وير، اداه استفهام. احنا قلنا اداه استفهام بعدها ايه؟ القاعده عصام. استفهام دي فعل مصدر. برافو عليك، يبقى وير ديد. ايه كمان الفاعل مين هنا؟ هاي. اي تحول الى يو، وي برضو تحول الى يو. حلو، يبقى وير ديد يو. وير ديد يو، هنا الفعل هتجيب المصدر بتاعه، المصدر بتاع كلمة so see. so see، يبقى الجملة بتقول أو السؤال هنا بيقول where did you see ها؟ أين رأيت الطائر؟ طيب اعملها لزملاتك بوات، يلا اديهم برضه هما تدريب، هما بيحلوا معاك. What did you see on the tree؟ خلاص كده؟ يبقى ده أداة الاستفهام، يبقى أنت كده خدت معايا شكل الفعل ونفي الفعل والاستفهام. طبعًا لو السؤال كانت الإجابة عليه بيس ونو، أنت مش محتاج أداة الاستفهام، هتبدأ من أول ديد، ديد والفاعل ثم المصدر. لا مؤاخذة يا كبير. اتفضل يا عصام. في سؤال كده بس مش عايزك تزعل. طب اتفضل. لو الجملة مكتوبة كده I did my homework yesterday وحبيت إن أنا أنفيها وأعملها سؤال، أعمل إيه؟ جميلة جدًا الجملة دي. الجملة دي بتتجاب، كانت بتتجاب زمان للفزلكة كده عشان الطلبة تغلط فيها. زي ما قال عصام كده I did my homework at 7 yesterday، أنا عملت واجبي في السابعة بالأمس. I did، إذا كانت did موجودة في الجملة تنفيها بمين؟ بنفس عنصرها didn't ثم تحولها هي إلى مصدرها تبقى do، يبقى I didn't do، I didn't do، I didn't do، أنا لم أفعل واجبي. الموضوع أخوانا فيه صعوبة، انت بتدخل عنصر النفي هنا زائد اللي هو ايه، بتجيب didn't من بره، وفي السؤال بتجيب did من بره، مفيش حاجة موجودة في الجملة تستخدمها هي شخصيا كأداة. ازاي ننفي الجملة اللي فيها was and where؟ طبعا حضراتكم عرفتم ان هي was not and were not. زي مثلا I was angry، انا كنت غضبان because they were late، لان هما كانوا متأخرين. هنفيها بكل بساطة، حط not بعد كلمة was أو بعد كلمة where. طب تعال نعمل بقى الجملة دي اللي أنا لسه قايلها دلوقتي حالا كسؤال. هنا بقى إيدك معايا يا شباب، إيدك معايا، هنا مفيش فعل آخر إي دي، وهنا مفيش الفعل اللي هو متغير، هنا في verb to be، هنا في verb to be، اللي كان قبل كده كانوا verb to do، هنا verb to be. هنحول السؤال ده إزاي؟ اللي أنا بقول فيه I was angry because they were late. هنا طالما في كلمة because يبقى هستخدم مين كأداة استفهام يا عصام؟ why. بالظبط كده، كلمة why. هنا بقى ما ينفعش نستخدم بعد why did. أمال إيه؟ هعمل نفس التكوين اللي فوق، بس بصوا اللي هيتغير إيه؟ أداة استفهام، verb to be ثم الفاعل، بس لحد هنا في الماضي ده، وأنت ما فيش عليك أي تكاليف، الباقي كله هيكون في صلب السؤال. يلا بينا نحول السؤال ده why was، يبقى why was واي تحول الى ايه؟ يو. ايدك بقى هنا، بص للجمله كده، هل تصلح انك تستخدم was مع كلمه يو؟ وما نستخدم ايه دلوقتي عصام؟ where. بالظبط، لان احنا بنستخدم was مع اي، هي، شي، ات، وبنستخدم where مع يو، وي، ذي. فاذا هنتعلم كده ان اي was في الجمله تحول الى where you في السؤال. السؤال هيكون لماذا، واجابته يعني because واللي بعدها، يبقى why were you angry، لماذا كنت انت غاضب، والاجابه because they were late، لان هما كانوا متاخرين. قول لي عصام كده جمله فيها verb to be. They were in the park last week. حلو، سؤال جميل، هما كانوا في الحديقه الاسبوع الماضي. يلا نطبق قاعده السؤال، اداه استفهام مناسبه، هما كانوا في الحديقه الاسبوع اللي فات. عندك حاجتين هنا يحتملوا انك تستخدمهم، اداه استفهام للمكان اللي هي كلمه where، ان انا اسال عن الميعاد بكلمه when. يبقى هنا هشتغل على كلمة when، هقول when أداة استفهام. يلا بينا، قاعدة بتقولك لو كان في الجملة في verb to be هستخدم بعد أداة الاستفهام verb to be. when، where، when، where، الفعل they، when، where، they، in the park، وخلص السؤال على كده. وينفع تقول where، where، they، last week. يبقى أنت عندك الاختيار ده أو الاختيار ده بأداة الاستفهام. أنا ماشي معاك الموضوع أهو،
من شويه من الديالوج على شويه من الازمنه على شويه من الجمله علشان في الاخر انت هتترجم معايا. تمرين يا اخوانا ثنائي، عايزين نعرف في التمرين ده ازاي هننفي، وهنا في فعلين. القصد يا اخوانا ان انا ما وصلش معنى، انا عايز ادربك على فكره النفي فقط وبعد كده المعنى يجي لما نتكلم في الفوكابولري. الجمله دي عندك فيها ستاتيف فيرب وفيها فيرب تو بي، ورينا هتنفيهم ازاي. بتقول الجمله I knew Sarah was busy، انا عارف ان ساره كانت مشغوله. النفي هيكون ازاي هنا؟ هنفي كلمه knew وهنفي كلمه was. نفي كلمه knew باعتبار ان هو فعل اساسي فيرب تو دو، هنفيها. مين اداه النفي يا عصام هنا في زمن الماضي؟ didn't. وبعمل ايه didn't لما بستخدمها في النفي؟ بعدها الفعل في المصدر. بعدها الفعل في المصدر، مظبوط. يبقى هقول I didn't know. I didn't know. الجمله الثانيه سهله جدا، ان was موجوده فالنفي فيها بيكون بكلمه no. بقول لك ايه يا كبير، مفيش حاجه كده تنفي الجمله غير wasn't or didn't، تخلي الفعل على حاله كده. طبعا، برافو عليك. في اداه من ادوات النفي لما بتيجي موجوده في زمن الماضي ما بتغيرش شكل الفعل، بيفضل برضه بالايدي او بيفضل في حالته في زمن الماضي. يعني مثلا بص الجمله دي بتقول ايه، وي توك ا تاكسي تو ذا سينما. ممكن اخلي كلمه توك زي ما هي في زمن الماضي وانفي الجمله برضه. ازاي بقى؟ استخدم نيفر، معناها ابدا مطلقا، عمرنا ما خدنا تاكسي بالسينما. بتيجي برضه مع ووز وير؟ طبعا ينفع تستخدمهم بقى مع ووز وير، بس الفرق انك بتستخدمهم بعد ووز وير. كلمه نيفر بتستخدمها بعد ووز وير، انما بتستخدمها قبل الفعل اللي هو في زمن الماضي. الجمله اللي فاتت قلت لك I never talk. I never talk. بص الجمله دي بقى، the hotel was never filled with people. يعني عمر ما الاوتيل ابدا كان مليان بالناس. في طبعا بعض الادفيربس اللي هي تايم ادفيرب، في بعض الاشارات او الظروف اللي هي الزمنيه اللي بتدلك على ان الجمله دي في زمن الماضي. انا بتكلم على زمن الماضي عامه، اللي هي كلمات yesterday مثلا، ago، كلمه last، كلمه in the past، كلمه in ancient times، كلمات لسه موجوده قدامك اهي زي ما انت شايفها. كل الكلمات اللي موجوده دي تدلك على ان الحدث اللي عندك في الجمله هو حدث ماضي. بس انهي شكل ماضي؟ انا مش بقول لك ان هو الماضي ده بس، لا، انا بكلمك على الماضي عامه. الماضي كله مترابط مشتبك، فما ينفعش ان انت تقول دي الكلمات داله على ماضي بسيط فقط. نخش على اخر حاجه دلوقتي في زمن الباست ممكن اقولها لك، اللي هو ان احنا ازاي نشقلب الجمله. هبتدي بالجمله البسيطه دي، the police caught the thief last night. القت الشرطه القبض على السارق ليله امس. ازاي نحول جمله زي دي بكل بساطه؟ يلا انت كطالب، هنا بيقولوا الشرطه القت القبض على السارق، يبقى هنا مين اللي اتقبض عليه؟ السارق. ماشي، جميل، خلاص، حلو. الجمله الثانيه بتقول مام واشت ذا ديشز افتر ذا ميل. الام غسلت الاطباق بعد الوجبه. السؤال لحضرتك، وايه اللي اتغسل؟ الاطباق. يبقى خليها قدامك. يبقى الاولاني انت قلت لي اللي اتقبض عليه السارق، والجمله الثانيه قلت لي اللي اتغسل الاطباق. يلا بينا بقى اعمل المكون ده معايا. المجهول، يعني ابدا بالمفعول، المجهول ابدا بالمفعول، المفعول، المفعول، ثم فيرب تو بي، ثم تصريف الفعل الثالث. بس شكرا كده. المفعول فيرب تو بي بعديه بالبي. ده حلو والله، جميل. عصام بيقول حكم النهارده. يعني الجمله الاولانيه دي حول ايه؟ ذا ثيف، السارق. يجي بعديه ووز ولا وير؟ يجي بعديه ووز. التصريف الثالث بتاع كلمه كوت برضه هي كوت. يبقى the thief was caught last night. الجملة الثانية the dishes. The dishes. الأطباق. يجي بعدها was ولا where؟ Where. يبقى the dishes were washed. Were washed. التصريف الثاني بتاع كلمة washed هي washed برضو. وافتكر ان كلمة wash لما بتحط لها الايدي تتنطق تي. Washed. السؤال بقى في البسف. جميل جدا. السؤال ممكن يكون بسف. بالظبط كده. بس بص التكوين بتاعه. تكوين بسيط خالص، عشان لما تيجي في الاخر دلوقتي هعمل لكم مكونات كل حاجه على بعضها. تكوين السؤال في الباسيف، يعني هديك مثال كده، هقول when did the police catch the thief. متى الشرطه القت القبض على السارق. كل بساطه هنعمل حركتين بسيط جدا. اولا هنمحو الفاعل، محينا كلمه the police، حطينا مكان الفاعل المفعول ذا ثيف. شلنا كلمة ديد وحطينا فيرب تو بي يصلح للمفعول، هنحط كلمة ووز. والفعل هنحوله إلى تصريفه الثالث. يبقى عملت إيه؟ لما حولت السؤال للمجهول، عند تحويل السؤال للمجهول بعمل إيه؟ واحد، أحذف الفاعل اللي هو بعد ديد وأحط مكانه المفعول،
اللي بعد الفعل اللي في المصدر. هحذف الفعل احط مكانه المفعول واستخدم فيرب تو بي مكان ديد يصلح للمفعول واستخدم الفعل في تصريفه التالي. Where did Ali see the tourists؟ اين راى علي السياح؟ يلا نطبق القاعده كده مع بعض. هنحذف الفاعل نحط مكانه المفعول، احذف الفاعل حط المفعول، احذف ديد حط فيرب تو بي، حول الفعل في المصدر الى التصريف التالي. يبقى السؤال هيكون عندي ايه؟ Where the tourist seen؟ السياح اتشافوا فين؟ لسه على فكره في حاجات تانية بيجي بعدها استنبه كده زمن الماضي. افتكر معايا الحاجات دي مباشر جدا في تركيبات بياتي بعدها على طول زمن الماضي، زي I'd rather شخص يبقى فعل في الماضي. I'd rather شخص فعل في الماضي. It's time فعل وفعل في الماضي. قاعدة if التانية بنستخدم بعد if الفعل في زمن الماضي. بعد كلمة wish الفاعل والفعل في زمن الماضي إذا كان يدل على المضارع. نتكلم بقى دلوقتي عن الباست كونتينوس. الباست كونتينوس اللي بيسموه الماضي المؤقت أو الماضي المستمر. أنا بسمي الأزمنة المستمرة للكونتينوس دي أزمنة مؤقتة، لأن الحدث فيها وإحنا بنعبر عنه بنعبر عن أوقات محددة، أوقات مؤقتة كان بيشغل حيز من الوقت ثم انتهى. بالنسبة للأزمنة المستمرة، علي عند أحمد watched the match yesterday. علي وأحمد اتفرجوا على المباراة امبارح. بسيطة، ماضي بسيطة اهو، اتفرجوا خلاص. بقولك they started at 7 and finished at 9. هما بدأوا الساعة 7 وانتهوا الساعة 9. لو جبت لك انا سيرة بقى الساعة 8 هتقولي ان هما ايه؟ ان هما كانوا في وسط المشاهدة. الساعة 7:30 كانوا بيتفرجوا لسه على الماتش، الساعة 8:30 كانوا بيتفرجوا على الماتش، الساعة 9:15 كانوا بيتفرجوا على الماتش. اذا انا جبت لك الوقت من البداية للنهاية، ده اسمه الوقت البسيط، ابتدوا started and finished. انما في الوسط ده اسمه الزمن المستمر. الحدث وانت بتتكلم على الاكشن في الوسط ده اسمه الحدث المستمر continuous. ولذلك لما انا اجيب لك في المثال ده ان علي واحمد كانوا بيعملوا الساعة 8 تقول لي at 8 مالهم؟ they were watching the match، هم كانوا بيتفرجوا. الفعل في زمن الماضي المستمر، ما تنساش لما يجي اي instructor اي مدرس اي مدرب يديك زمن لازم يكتب لك التكوين ده على البورد، اللي هو ايه؟ subject verb complement، subject verb complement، الفاعل والفعل والمفعول. يتكون الزمن ده الفعل فيه من was were، الفيرب مضاف له ing. الزمن البسيط كان فيه was were بس ما كانش معاهم فعل. فعل هنا بإضافة ال ing دي علشان بيفرق لك ما بين الفعل الاكسلاري الفعل المساعد اللي هو was were والفعل الاساسي اللي هو الفعل مضاف له ing. هو ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الفعل المساعد والفعل الاساسي بسيط جدا وواضح. الفعل المساعد هو بيسموه مساعد علشان خاطر بيستخدم في النفي وفي الاستفهام. اما الفعل الاساسي ده هو ده الفعل اللي بيعبر عن حركة الزمن او شكل الحركة في الزمن الاصلية. الحركة في الجملة اللي انا قلتها دي they were watching، الحركة ان هم كانوا watching بيتفرجوا. في فرق تاني مهم جدا هقول لك عليه، ان was were في حالة غيابهم الجملة لها معنى ولكن يسقط الزمن. في حالة غياب الفعل الاساسي الجملة ليس لها معنى وانما الزمن مظبوط. مثل بسيط اهو، تعال نعمل الكلام ده على الجملة دي they were watching the match. احذف لي هنا were، هتقول لي they watching the match. انا فهمت ان هم كانوا بيتفرجوا بس انت الزمن بتاعك غلط. طب شيل بقى watching، هتقول لي they were the match، الزمن بتاعك صح المعنى غلط. يبقى الفرق ما بين الفعل المساعد والفعل الاساسي ان الفعل المساعد في غيابه المعنى صحيح، انما الفعل الاساسي في غيابه المعنى غير صحيح والزمن مظبوط. ادوات النفي هنا بسيطة جدا وسهلة جدا وما فيهاش اي مشكلة. وضع not بعد كلمة was او were. Were not، was not. والسؤال برضو بسيط جدا، ان احنا بنستخدم اداة استفهام بعدها was او were والفاعل والفعل مضاف له ing. تعال نحول الجملة دي اللي بقول لك they were watching the match at 7 او at 8 yesterday. هنحول السؤال بسيط جدا، هنقوله مثلا امتى كانوا بيتفرجوا على المباراة؟ يبقى اداة الاستفهام يا عصر when، بعد when was او where، هنا هنستخدم مين؟ هنا where، بعد where الفاعل they watching، watching بعد watching the match. يبقى هتقول ايه؟ متى كانوا يشاهدون المباراة؟ طب نعملها بقى بوات، ماذا كانوا يفعلون؟ وات بعدها برضو
where بعد where they بعد they doing at 8 yesterday ماذا كانوا يفعلون في الثامنة بالأمس. هو ده الزمن بكل بساطة، شكل الفعل فيه، شكل النفي وشكل الاستفهام. احنا كده خدنا زمنين، ماضي بسيط ومستمر، حدث بسيط وحدث مستمر. تعالوا بقى نربط ما بينهم. هسألك لو انت نايم ومرة واحدة التليفون رن، ايه اللي هيحصل؟ هصحى أصبح. هتصحى ترد على التليفون وممكن ترجع تكمل نومك. لو انت بتجري ودست على طوبة، ايه اللي هيحصل لك؟ هتقف وقع بالشيف. هتقع طبعا. انت حضرتك كنت بتجري وقعت فالحدث انقطع زي الاولاني، انت كنت نايم تليفون رن الحدث انقطع. يبقى اذا من اللي انا بقوله لك ده ان كان في حدث اخد مساره مستمر وحدث تاني قطعه. حاولها لك بكل بساطة كده بالبلدي، حدث قاطع وحدث مقطوع. الحدث القاطع هو الباست سيمبل، الماضي البسيط اللي لسه كنت بقوله لك الفعل فيه اي دي والفعل المتشاز والحاجات اللي مش عايز اتكلم عليها دي قلة الادب. والتاني الفعل مستمر، لسه بقول لك اهو الفعل ووز وير واي ان جي بعد الفاعل. الحدث البسيط ده بقى هو اللي اوقف الحدث المستمر ده. ازاي تربط الاتنين مع بعض؟ هنستخدم اداة الربط الاولانية اللي بيجي بعدها الحدث المقطوع. حدث المقطوع عن واحد عص المستمر ولا البسيط؟ مستمر. ولا البسيط؟ مستمر. ولا البسيط؟ انت هتنفقها علينا بقى. بص يا عم انا بهزر معاك، انت الواحد ما عرفش يهزر معاك. المقطوع يعني المستمر فعلا. هنستخدم الجملة اللي فيها حدث مستمر بعد كلمة while و as أو just as، بعد كلمة while أو as أو just as بكل بساطة وكل إريحية. ولو استخدمتهم دول في الأول بعدهم الجملة المستمر، اعمل كومة واستخدم الجملة البسيطة. هترجم الجملة اللي أنا في وقت ما كنت نايم التليفون ران. بص حواليه، while I was sleeping the phone rang. الجملة الثانية، هو بيجري وقع. as just as he was running he fell down he fell over، هو انكفى على وشه. اذا انا جبت لك الرابط في الاول اللي هي while او as او just as، تعال بقى نجيبهم في النص. جبتهم في النص هتعمل عمليه تبديل للجمل. اوعى تحط لي بقى ايه تقول لي while في النص وتقرا زي ما هي، لا اعمل تبديل، لان احنا بنقوله الرابط بيجي بعديه الزمن بطبيعته، الزمن زمن ثابت ما بيتغيرش. هتاخد الزمن اللي جه بعد الكومة حطه قبل الرابط. While I was sleeping comma the phone rang. يبقى نبدأ بيه the phone rang while I was sleeping. كل بساطة معلومة كده بقولها لحضراتكم للعلم، في هذه الحالة يمكن استخدام when زيها زي while. خلاص في الحالة دي بس لما يكونوا الزمنين مختلفين ممكن كلمة when يأتي بعدها مستمر ثم بسيط، أو يأتي بعدها بسيط ثم مستمر. أنا بقول في الحالة دي بس، ها أنا بوضح الكلام، بوضح الكلام عشان ما فيش حد يرجع تاني يسأل. ممكن في حالة الزمنين المختلفين واحد مستمر والتاني بسيط استخدم كلمة when زي معنى كلمة while، يجي بعدها مستمر ثم بسيط. بس when كمان ممكن يجي بعدها بسيط ثم المستمر. بص الجملة دي، when I was sleeping the phone rang، أو when the phone rang I was sleeping. اوعى تتلخبط فيها، بسيطة خالص 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 ما فيش اي مشكلة. انا بقول لك في الحالة دي بس، لان انت عارف ان when بيجي بعدها البسيط ثم المستمر، ماشي، ما ينفعش يجي بعدها المستمر مع مستمر. ممكن بقى يكون الحدثين مستمرين مع بعض، حاجتين شغالين مع بعض. زي ايه مثلا؟ حاجتين ما لهمش اي تداخل، ماشيين في خطوط مستقيمة. mom was cooking، الام كانت بتطبخ. while dad was sleeping، والاب نايم بتطبخ وده نايم، مفيش اي تعارض. my brothers، اخواتي، were studying، كانوا بيدرسوا او كانوا بيذاكروا. as I was doing my homework، وانا كنت بعمل واجبي. هنا كان شغال وهنا كان شغال، مفيش تقاطع، مفيش حدث قطع التاني. خلي بالك من دي مهمة جدا. بص الجملة دي بقول ايه، while حسام was watching the match he fell asleep، في خلال ما كان حسام بيتفرج على المباراة نام. مين الفاعل اللي جاء في الجملة بعد وايل؟ حسام. ومين اللي نام في الجملة التانية؟ برضو حسام. إذن يمكن اختصار الجملة دي لعدم تكرار حسام، شيل حسام ووز، شيل الفاعل والفيرب تو بي، يبقى تقول وايل إيه؟ وايل واتشينج ذا ماتش، إيه اللي حصل؟ حسام فيل أسليب. في الحالة دي يمكن أن تستخدم بعد كلمة while الفعل مضاف له ing إمتى؟ عشان ما تعملش حاجة اسمها dangling sentence. dangling هو إنك حضرتك تستخدم ing ويكون الفاعل في الجملة الثانية مختلف عن الفعل في الجملة الأولانية. يعني ما ينفعش إنك تقول الجملة دي، ما ينفعش إنك تقول
While watching the match, the light went out. النور راح وهو بيتفرج على المباراة. أقصد النور برضو. ليه؟ لأن الـ ING دي ما نزلتش بعد while إلا إذا كان اللي بعد الكومة أو الفاعل واحد في الجملتين. اكتب المعلومة دي عندك عص. توضع الـ ING بعد while إذا كان الفاعل واحد في الجملتين. بص الجملة دي هقولها تاني. While حسام was watching the match. هي في الاسليب. هستخدم هنا مكان while during. during ده preposition حرف جر مش رابط. حرف جر هو حرف جر. بيجي بعديه noun فقط. بيجي بعديه الاسم فقط. معناه اثناء. اثناء ايه؟ هقول اثناء watching؟ لا. اثناء حسام؟ لا. هو اثناء ايه؟ اثناء المباراة. هتلاقي المفعول. during the match اللي حصل حسام fell asleep. يبقى انت خدت في زمن الماضي المستمر past continuous الحالات الاتية. الماضي المستمر يعبر عن حدث كان مستمرا في الماضي بين فترة وأخرى. ده واحد. حاجة تانية، الماضي المستمر ممكن أن ينقطع بالماضي البسيط، وفي الحالة دي بنحتاج له روابط. الماضي المستمر ممكن يأتي في شكل فعل مضاف له ING بعد كلمة while فقط. الماضي المستمر ممكن يأتي في شكل اسم بعد كلمة during فقط. الماضي المستمر ممكن يأتي بعد كلمة when إذا كان بعدها زمن مستمر ثم زمن بسيط. ما تجيش وين في حالة الزمنين المستمرين أبدا. الحاجة الأخيرة بقولها كمان للعلم، إن كلمة while بتستخدم في جملة زي دي من غير الـ ING بعدها was أو where بعد الفعل. while we were on holiday، وإحنا في أجازة. ما قلتش بعد where being ولا ING. ماشي، في الحالة دي ممكن استخدم كلمة while we were on holiday we saw our friends، احنا شفنا اصدقائنا. هنا استخدمت بعد while جملة فيها where من غير الـ ING. ممكن ان يأتي زمن الماضي المستمر بعد كلمة because. ازاي؟ بسيطة جدا. انا بقول لواحد والله انا ما سمعتكش امبارح لاني كنت باخد شاور. I couldn't answer the phone because I was having a shower. having a shower. اذا ممكن يأتي الماضي البسيط بعد كلمة so. إن إزاي نحول الجملة passive في زمن الماضي المستمر. The mechanic was repairing my car. The mechanic was repairing my car at 7. الميكانيكي الساعة 7 كان بيصلح في عربيتي. إن السيارة كانت بتتصلح. المفعول بعديه was aware. بعديه عوضا عن الـ ING كلمة being. being مضاف لها be ومعها ING. يبقى المفعول was aware being. حط الفعل اللي كان فيه ING ده بس في التصريف الثالث. يبقى my car was being repaired at 7. وان شاء الله اشوفكم على خير. فاخطر زمن من ازمنة الماضي هو زمن الباست بيرفكت. وكان معانا النهاردة زميلنا عصام، بنشكره على حضوره ونتمنى نشوفكم في حلقة قادمة مع الباست بيرفكت. واشوفكم على خير.